عالم المعلومات، طريق المعرفة. طائر الزرزور صاحب اللون المبهج واللي خلاه ملفت للأنظار من المهتمين بالطيور، وكمان الباحثين اللي اكتشفوا عنه حاجة غريبة جدا متعلقة بالخمرة والثمالة، هنعرفها بالتفصيل في حلقة النهاردة، وكمان هنعرف حياته وازاي يعتبر من أكتر الطيور الاجتماعية، ازاي بيعيش طائر الزرزور وايه اللي بيعمله قبل التزاوج، وهنتعرف عليه بالتفصيل في حلقة النهاردة، فتابعونا. طائر الزرزور هو طائر جميل متوسط الحجم، عنده أكتر من لون وشكل متميز، ألوانه زاهية جدا ومميزة جدا، وبينتمي لفصيلة الزرازير ورتبة الجواثم اللي فيها أكتر من 107 نوع. وطائر الزرزور ليه أنواع كتير بتوصل لأكتر من 200 نوع. الموطن الأصلي له كانت قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا، بس تم نقله لأمريكا الشمالية وأستراليا في أواخر القرن التاسع عشر. بيتميز بلمعان ريشه وبألوانه الأسود والأخضر والبنفسجي مع وجود بقع خفيفة، وده اللي خليه ياخد شبه سما الليل المرصع بالنجوم. لون منقاره أصفر لموني ورفيع وحاد، ونهاية منقاره بتبقى معقوفة لتحت، وعنده ريش حليق طويل بيمنحه مظهر جميل. رجليه بتكون فيها أربع صوابع طويلة وقوية، ومخالبه كبيرة ومقوسة بتساعده إنه يصطاد الحشرات، وكمان بيبني عيشه بسهولة. أما جناحه بيبقى طويل وديله قصير وريشه مستقيم وفي نهايته، وعنده عنق قصير، أما جسمه بيكون قوي علشان يقدر يتعايش مع مواسم الهجرة. بتختلف أحجام طيور الزرزور بحسب النوع، ومتوسط وزنه بيكون حوالي 75 جرام وطوله 23 سنتيمتر. بيتواجد الزرزور في مجموعة واسعة جدا من الأماكن، بس مش بيتواجد في المناطق الحارة أو الجبلية والصحراوية، وبيحب يتواجد في فتحات الشجر أو الفجوات الموجودة في المنازل. الزرزور عموما طائر اجتماعي جدا، وبترتبط معظم الأنواع بأسراب متفاوتة الأحجام على مدار العام، وممكن الأسراب دي تتواجد فيها أكتر من نوع، وكمان طيور تانية غير الزرزور، والأسراب دي ممكن يوصل عددها بالألاف. عنده القدرة إنه يقلد مجموعة متنوعة من أصوات الطيور التانية، وممكن يقلد من 15 ل20 صوت مميز ومتقن جداً. الفواكه والحشرات هي غذاء الزرزور الرئيسي، ومن الحاجات المميزة فيه إنه بيأكل الفواكه المخمرة واللي بتصيبه بالسمالة، وبيبقى في حالة سكر واضحة، ده كمان بيحب جدا انه يتغذى عليها لما بتتواجد. موسم الهجرة عنده بيبدأ لما بيجي فصل الشتاء، لان وقتها بيبدأ الاكل ينقص بسبب الامطار والثلوج، فبيهاجر من النصف الشمالي من الكرة الارضية للنصف الجنوبي، يعني من نهاية شهر 8 وحتى شهر 12. قبل موسم التزاوج اللي بيكون في شهر ابريل، بيبدأ الذكر في جذب رفيقته. اولا بيبني قاعدة العش من العشب الجاف، وهو بيغني نغمات مميزة وجميلة، ولما الانثى بتقبل التزاوج بتبدأ في تكملة العش وتبطنه بالاعشاب الجميلة والطحالب والريش. بعد التزاوج بتضع الانثى من 4 ل6 بيضات، والانثى بتتولى رعاية البيض اللي بيفقس بعد 12 يوم لوحدها، وبعد ما البيض ما يفقس بيهتم الوالدين بالصغار وبتغذيتهم لمدة اسبوع او 2، وخلال الفترة دي بيعلمهم الطيران لحد 3 أسابيع، وبينفصل الأطفال عن الأم والأب بعدها. كان معاكم رشا رجب.